TWNFM 91.2 مفهوم ماهوش مفهوم. نهار الخميس 11 مايو خلال جلسة استماع خصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب للنظر في تعديل مشروع قانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض. وزير الشؤون الاجتماعية محمد الترابلسي يكشف أنه ديون المتخلدة بذمة صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وصلت ل 2326 مليون دينار تاريخ 21 أفريل 2017، ووضح أنه الصناديق الاجتماعية تعيش ضغط كبير برشا للإيفاء بالتزاماتها. مفهوم مش مفهوم لليوم، نظام الضمان الاجتماعي في تونس. أول نظام التغطية الاجتماعية في تونس ظهر في أواخر القرن 19. عام 1898 تم إحداث نظام الحيطة الاجتماعية لموظفي الدولة واللي أرسى نظام التقاعد. الاهتمام بالقطاع العمومي كان من قبل الاستقلال، الموظفين وقتها كانوا يتمتعوا بمنح لفائدة الأسر متاعهم. نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة كان يغطي الأمراض الثقيلة والعمليات الجراحية. قطاع الضمان الاجتماعي عرف من الاستقلال انطلاقة نوعية، وخاصة بعد صدور نصوص تشريعية وترتيبية اللي ساهمت في توسيع التغطية الاجتماعية باش تشمل السكان النشيطين الكل. بالنسبة للمنافع المزداد في مجال الضمان الاجتماعي تتمثل في المنح العائلية، المنح النقدية عند المرض أو الوضع أو الوفاة، كيف زادة التغطية الصحية، جراية الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنخرط، ورأس المال عند الوفاة، وجبر الأضرار الناتجة على حوادث الشغل. من غير ما ننساو اللي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدموا خدمات تكميلية تتمثل في إسداء قروض اجتماعية وجامعية زادة. اليوم من أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية إنقاذ منظومة الضمان الاجتماعي من خلال العمل على برشا مسائل كما سن التقاعد وتحقيق استقرار الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، وأكيد تنويع مصادر التمويل، وعلش ليه اعتماد المعرف الوحيد والطاقة الذكية. هكاك نكونوا حاولنا نتصديو المظاهر الفساد اللي تشوب عملية توزيع الدواء. هذا كان مفهومنا المش مفهوم لليوم، ونقول لكم إن شاء الله المش مفهوم يوالي مفهوم. مفهوم ماهوش مفهوم.